يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز قراءة أذكار طرفي النهار بعد طلوع الشمس وبعد صلاة العشاء؟ طرفي النهار يعني البكور والآصال، البكور يبدأ من طلوع الفجر والآصال يبدأ من زوال الشمس، فإذا زالت الشمس دخل ذكر الآصال، تذكر إما عند بعد الزوال، وإما بعد الظهر، وإما بعد العصر، وإما بعد المغرب، وإما بعد العشاء، كله من المساء في آخر. والبكور من طلوع الفجر إلى زوال الشمس، كله وقت لذكر الآصال. نعم.